أحسن الله إليكم. أبو هشام يقول: فضيلة الشيخ، أنا أحب الصيام ولكنني أسأل ما أفضل الصيام من الأيام الواردة، وما حكم تخصيص الخميس بالصيام فقط كل سنة؟ نعم، الصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو سنة. يستحب صيام 6 أيام من شهر شوال لمن صام رمضان، يستحب صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، يستحب صيام 3 أيام من كل شهر، يستحب صيام يوم عرفة لغير واقف فيها، يستحب صيام يوم عاشورة وهكذا، يوم قبله أو يوم بعده، كل هذه أنواع من الصيام مستحبة. نعم.